حسناً، سيكون هذا الشيء رائعاً. أوه، وبينما أنتظر نقعة. مرحباً يا ديفيد. ماذا؟ أريد شيئاً لاحتسائي أيضاً أرجوك. أوه حسناً بالتأكيد. أوه يوجد مزيج من الشوكولاتة الساخنة هنا. لذيذة حلوة. أجل دعيني أحضر هذا. أنت ماذا تفعلين؟ لقد أكلت كل الحلوى. هيا أعطيني إياها الآن. أنا جاد، أعطيني إياها فوراً. أنا لا أمزح. أنا غاضب منك الآن. لكن الحلوى. حسناً خذيها مجدداً إن كانت مهمة لك إلى هذا الحد. مرحبا، شكراً يا ديفيد. والآن ليس لدي أي حلوى لأكلها. حسناً لا أراها في أي مكان. يمكنني التسلل إلى الداخل. والآن يمكنني إخراج كيس حلوى الديدان الهلامية الذي خبأته هنا. أحب الحلوى الهلامية جداً. مرحباً يا ديفيد، هل يمكنني أن أحصل على بعض الديدان الهلامية أرجوك؟ خذي الكيس بأكمله إذن. لقد أخذت، لكن كان ذلك جزءاً من خطتي، لأنه بينما تأكل تلك لدي مخزون سري أكثر. أخذت أنبوب معجون أسنان وأفرغته بالكامل. أوه انظروا إلى ذلك، انظروا إلى ذلك الجل. حسناً الأنبوب فارغ، وسألقي معجون الأسنان فحسب. والآن سأضع الديدان الهلامية، ستنزلق داخل الأنبوب. إنها بمقاس مثالي تماماً. والآن سأعيد وضع الغطاء لأنهي هذا التنكر. والآن حين أريد أكل دودة هلامية لدي واحدة جائزة. جيدة جداً. أياً كانت الملابس التي نرتديها، لدى الجميع بنطال جينز مفضل. إنه مريح جداً. ليس دائماً. مهلاً؟ هل تقلص هذا البنطال أم ماذا؟ كلا، يبدو أنك سمنت يا بيتي. والفضل يعود للوجبة السريعة. كلا، هذا مستحيل. سأرتدي بنطالاً فضفاضاً. أرغب في تناول شيء مالح. أنا متأكدة من أني وضعت رقائق البطاطس هنا. يا سلام، لا أستطيع الانتظار لأكل. لقاء. ألست تحاولين تخسيس وزنك؟ هل ستشم بيلا رائحة البرجر؟ يبدو المكان آمنا لي. واو، لم أرك يا بيلا. لا بأس بتناول الخاص، لكن لا شيء غيره. الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن هي حساب السعرات الحرارية. هناك حل أسهل بكثير. قللي حصة الطعام إلى النصف. هذا أرعب فيلم رأيته في حياتي. يا بنت، هل تريدين بعض الجزر؟ في الواقع نعم. طعمه مقزز، لن أبلعه. آسفة يا بيلا، لكن طعمه سيء. لا يمكنني إبعاد عيني عن الشاشة. هل أكلت كل الجزر؟ سأعود حالاً. لدي بضع ثوان، وهي كل ما أحتاجه لأكل هذه. لكن يجب أن أخبئها. لم لا؟ بالمشرف، اقطع غلاف المنديل بهذه الطريقة، ثم أزر القطعة والمناديل، واسكب الحلويات في الداخل. اختارت باتي حلويات أمنامز. هذا تمويه متكامل. أوه كم اشتقت لطعم السكر. ماذا ذوت؟ لا شيء مهم. بسرعة بدون أن تراكي. نجحت الحيلة. أوه طعمها لذيذ. حسناً تفضل. تذكرة واحدة من فضلك. حسناً، لكن ارمي هذه الحلوى. الأكل ممنوع في السينما. لكني اشتريتها للتو. أرجوك، لن يسمح لي بإدخالها. سأضطر للاستعانة ببعض التمويه، وأصبح لدي كرات تشجيع. أنا مجرد مشجعة مفعمة بالحيوية. انظر، هيا يا فريقي. أوه مرحبا. تذكرة واحدة لي لو سمحت. يا له من زي غريب للسينما، لكن لا بأس. شكرا، استمتع بمشاهدة الفيلم يا أنيسة.
لقد وصلت. انتظر أيها الساحر. سأنتظر هنا إذن. لقد حضرت كل هذه الأفلام. يمكنني الشعور بالسحر في الهواء. أنت ألم تقرأي اللافتة؟ لا أريد رمي هذا الكيس. كيري خارج الصندوق أو ربما داخل الصندوق. ذكية. أريد كتاباً مثله من فضلك. حصلت على آخر واحد لي. واو، شكراً جزيلاً. هل يمكننا الدخول الآن؟ هل هذا كتاب؟ بالطبع، إنه كتاب الفيلم. أنا من عشاق هذا الفيلم. تفضل تذكرتي. مهلاً، يمنع إحضار الأكل. غبية. هذا صحيح. لا أصدق أني وصلت أخيراً. وبينما تحدق أعين الجميع في الشاشة، سأستمتع بتناول وجبتي الخفيفة. السحرة يحبون السكر أيضاً. طعمها لذيذ. أوافقك الرأي. من آخر وحصة أخرى. أحتاج إلى دفعة من الطاقة. ساعدني لوح الشوكولاتة. رائحته وحدها تمدني بالحيوية. مهلا، هل أشم رائحة الشوكولاتة؟ ها؟ حسنا، خذي لقمة واحدة فقط، مفهوم؟ مهلا، تلك لقمة كبيرة. كانت لذيذة بالفعل. هذا واضح لوح الشوكولاتة الغالي. يجب أن أخفي حلوياتي بشكل أفضل بعيداً عن بلا الشريحة. لكن كيف؟ لدي الكثير من أقلام التلوين ويمكن أن أستفيد منها. ألصق أقلام تلويني في صف مستقيم، ثم ضع لوح الحلوى على أحد طرفيها ولفها مثل شطيرة البوريتو. بهذه الطريقة سيكون اللوح مخفياً تماماً. أخيراً، كل الشوكولاتة لي. حاولي أن تسرقي لقمة الآن يا بيلا. هي هي. أتمنى لو خطرت لي هذه الفكرة مسبقاً. هل أشم رائحة الشوكولاتة؟ لا أرى أي شوكولاتة. ماذا؟ لا يوجد معي أي شيء. لابد أن أنفي معطوف أو أني أعاني من صداع نصفي. هل يمكنني إدخال هذه الحلويات خلصة للسينما؟ إنها كبيرة جدا على جيوبي. ربما هنا. فشلت الخطة. المشكلة أن هذا اللوحة طويل جدا. يبدو أني سأشاهد الفيلم بلا تسالي. هل أنا؟ هذا الشريط اللاصق قوي جدا. هل يمكنني؟ أجل أجل، ضع لفة الشريط حول يدك ثم ضع لفة أخرى. استمر في وضع اللفات على ساعدك. واصل وضعها حتى على يدك. ممتاز. بعد ذلك ألصق حلوياتك المفضلة. اختيارات موفقة يا لانا. ضف ذراعك حتى تضع الحلوى الكبيرة. لا يزال هناك متسع للمزيد. بقي مكان لآخر حلوى. ثم لف بعض الشاش حول ذراعك. قد تحتاج لمساعدة صديق للقيام بذلك. واصل اللف حتى تصل إلى يدك. هذا جيد. تذكرة واحدة من فضلك. يمكنك الدخول. مرحبا. ماذا حدث لذراعك يا أيتها الفتاة المسكينة؟ هاي. سيرفع هذا الفيلم معنوياتك. استمتعي بمشاهدته. نجحت الخطة بسلاسة تامة. هل المكان آمن؟ نعم. يا جمال هذا المنظر. نبدأ بهذه الحلوى. هذا رائع، شكرا. لدي الكثير من الحلويات. لا يشفقون علي الآن. جيدة. أشعر بالتعب من المشي. أتمنى لك يوما سعيدا. هذه العكازات الجميلة.
المجهولة. أنا آسفة جدا. المعذرة. يجب أن أهرب. يا للهول، أنا جائعة للغاية لكنني عالقة في غرفة العقاب الغبية. من الغباء التأخر والمعاقبة على ذلك. حسناً، طفح الكيل، علي تناول شيء الآن. لدي عبوة من البسكويت، لابد من وجود شيء أكله داخلها. الفتات جيدة بما يكفي. هيا الآن ادخلي إلى فمي. أهلاً، هل هذا كل ما فيه فحسب؟ تباً، لابد من وجود شيء آخر أكله كوجبة خفيفة. أجل، كنت أعلم، كان لدي قطعة حلوى عالقة بالخلف. أجل، هذا ما احتجت إليه تماماً. حسناً، كان ذلك جيداً، لكني ما زلت جائعة. سيدي، مرحباً، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ كلا إطلاقاً، أنت هنا للعقاب. لكنني عقبت، انظر كم صف كتبت. غير كاف، واصل الكتابة. لا أصدق أنه يجلس هناك ويشاهدني فحسب. لقد تشتت انتباهه. إنها فرصتي الآن لعمل مكالمة سريعة. ديفيد، أنا عالقة في غرفة العقاب وأتضور جوعاً، أحتاج إلى مساعدتك. حقاً؟ هل تودين مني فعل شيء ما؟ ها؟ حان الوقت لتهريب بعض الوجبات الخفيفة. حسناً، لنرى. هو المعلم يجلس على مكتبه. يا إلهي، مستحيل، إنه ديفيد. أنت، أنا هنا. مرحباً ماديسون، لدي ما تحتاجين إليه. لدي لوح التزلج هذا. حان الوقت لإخفاء بعض الوجبات الخفيفة علي. كل ما علي فعله هو إضافة بعض الشريط اللاصق لهذه الأكياس ولصقها باللوح، ثم سأضيف إليه كل تلك الحلوى اللذيذة. والآن يمكنني توصيل هذا إلى ماديسون كي لا تجوع. أنا عبقري. حسناً، علي وضع هذا أرضاً وإرساله إليها. يا للهول، إنه يرسل إلي لوحة تزلجه. أمسكت به. لنرى الآن ما أرسل إلي. أجل، لقد أوفى بوعده. انظروا إلى كل هذه الوجبات الخفيفة المذهلة. يا إلهي، رائحتها جيدة جداً. أجل، لم يلاحظ حتى. من الرائع تناول الحلويات في الصف بشرط ألا تمسك بك الأستاذة. ما هذا الصوت؟ لذيذة. أمسكت طالبة تأكل الحلويات. توقفي مكانك، أنت تعلمين أن الأكل ممنوع في الصف. يا إلهي، هذا مؤسف. سيطلع الشيب في رأسي بسببكم. لا يمكنني الوثوق بكم أبدا. هل يمكنني التحدث معك لدقيقة؟ تصرفوا بأدب. هل تظن أنها ستخبر أمي؟ مهلا، لماذا لا نستعيد حلوياتك؟ ماذا؟ الأستاذة ليست هنا. أترين هذه؟ ماذا؟ ألا تبدو كهذه؟ انظري، إنهما شبه متطابقتين. هذه فكرة ذكية. يجب أن أسرع. سأصف القطع مثل الطباخير. وواحدة، إنها قادمة. حسناً، من يريد الإجابة على السبورة؟ صوفيا، تعالي من فضلك. لم أتحمس في حياتي للإجابة مثل الآن. هذه تبشرة تنادي اسمي. لقد فعلتها. ماذا؟ سأتناول المزيد الآن. كم حبة يمكنني حشرها في فمي؟ هاها. صوفيا، أعطيني إياها حالاً. حسناً، كانت تجربة ممتعة. عودي إلى مقعدك الآن. أنا جادة. طعمها لذيذ. حان الوقت لإخفاء حلويات شهية. سيكون هذا شريط سلاحاً سرياً. سأضع الشريط اللاصق على طول البطانية. تمام، حان وقت إخفاء الحلوى. أجل، أنا في غاية الذكاء. أحدهم قادم. يبدو أنه نائم. كم هو جميل كأمير صغير. ها؟ ما هذا؟ أمي، أحبك، أنت أفضل أم. أنت لطيف للغاية. كادت تكشفني.
طيب، أحلامك سعيدة. سأطفئ المصباح. هل ذهبت؟ أخيراً حان وقت تناول الحلوى. أعطني الحلوى التي معك. ما هذا؟ وحش تحت السرير. سأختبئ تحت البطانية ولن يصل إلي. من السهل خداعك تينا. طيب، أتقنت الدور. إليك بعض الحلوى. واو، الكثير من حبيبات الحلوى. لا أصدق أني أخذتك لهذه الدرجة. واو، انظروا لكل هذه الحلوى. لا يمكنني الحصول عليها بيد الوحش هذه. تمام، لا بأس، خذي. ياي، حلوى شهية. مرحبا، ها هي تذكرتي الرقمية للفيلم. يبدو كل شيء جيدا، تفضلي بالدخول واستمتعي بالفيلم. مرحبا، انا هنا لحضور الفيلم. ها هي تذكرتي. لكنني بحاجة الى رؤية ما في حقيبتك. حسنا، ها هي، سأفرغ ما فيها. هذا ما فيها، هذا كل ما احمل. ماذا؟ انظروا الى كل تلك الحلوى، سأصادر هذه بالتأكيد. شرير. انا اودي عملي فحسب. يا الهي، رجل الحراسة ذلك يفتش عن الطعام. ربما يوجد ما يمكنني فعله بشأن هذا. هزل، بالطبع يمكنني استخدام مكياجي، إنه الحل دائما. حسناً، أولاً أحتاج إلى التخلص من المكياج الحقيقي، والآن لدي علبة عصير. سأحتاج إلى عصير بالتأكيد، لذا سأسحب بعضه بحقنة. حسناً، ينبغي أن تكفي هذه الكمية من العصير، والآن يمكنني إضافة هذا إلى عبوة ملمع الشفاء. سأملأ العلبة بأكملها قدر الإمكان. ها نحن ذا، والآن يمكنني وضع الغطاء مجدداً. علي إغلاقه بإحكام، فلا أود أن يتسرب في حقيبتي. حسناً، من المستحيل أن يعرف أن هذا ليس مكياجاً. انظروا، يمكنني وضعه على شفتي وسيكون لذيذاً جداً. حسناً، حان الوقت لمشاهدة هذا الفيلم. توقف في مكانك. أعلم أنك تود النظر داخل حقيبتي. لا تقلق، سأخرج كل شيء لتراه. هازل، كان لدي مجموعة من الوجبات الخفيفة. ستذهب إلى سلة القمامة. باي باي. لكن هذا مكياجي، يمكنني الاحتفاظ به، أليس كذلك؟ أحتاج إلى ترتيب شفتي. أنا لا أهتم بمكياجك حقا. رائع، شكرا، طاب مساءك. كان ذلك موقفا غريبا. هازل، لقد نجحت في الدخول إلى السينما بعصيري. وعلى ذكر ذلك، أحتاج إلى القليل منه. هذه الرسوم الهزلية مضحكة فعلاً. هل هناك أحد في الجوار؟ سأتناول القليل من الحلوى. أبي، أين أنت؟ تباً، الأطفال قادمون. هل يمكنك مساعدتي بتعليق هذه الصورة في غرفتي؟ أرجوك، لن يأخذ من وقتك الكثير. تمام، لا بأس، أعطني مطرقة ومسامير. مرحى، شكرا لك. فاكهة، يمكنني تناول القليل منها. ماذا؟ يخفي الحلوى. يبدو أن حلوياتي أصبحت لي. تمام، بهذا المستوى. لا، لقد عاد. تمام يا تينا، علقت الصورة. شكرا جزيلا، أنت أفضل أب. أصبح فتاة غريبة أحيانا، سأعود للاسترخاء. من الأفضل التحقق من خلو المكان. اختفت الحلوى. تينا، أنت محقة، سأنهي المكالمة. أنا هنا للزيارة. انتظري، ما هذا الشيء؟ أسنانه حادة. اذهبي، لا أريد هذا الحيوان بقربي. مرحبا، هل أنت جائعة؟ لا تنخدعي بهذا الوجه الشرس، انظري. يا لك من ماكرة. لا هول، أوقعتها. لا، ستصادر أغراضي. يجب أن أخفيها. هل هي قادمة؟ هذا الفيديو رائع، ويمكنني فعل ذلك.
مستحيل، لقد سقط، إنه أحمق. توماس، من أين حصلت على هذا الشراب؟ أوه لا تقلقي، إنه عصير نباتي وليس كولا. أوه طيب إذن. واو، إنها تراقبني دائما. من حسن حظي أني أخفيت بهذا الكوب. يجب أن أتحقق من أن شراب كل النباتات تمام. بالحديث عن الشراب أشعر بالعطش. سأخذ رشفة صغيرة، لن يمانع بذلك. أوه لا أمي، انتظري. لا، أمسكت بي. واو، هذا الشراب النباتي شهي. عرفت الآن سر حبك لشربه. أوه أخذت شرابي لها. لحسن الحظ لدي واحد إضافي. انظروا، نهضة ثانية. لحظة، يجب أن أنهي مكياجي. حسناً، أنا مستعدة الآن. دعيني أرى. أوه يا إلهي، تأخرت كثيراً. أوه لديك مكياج، هل يمكنني استعارته؟ أرجوك. أوه كلا، آسفة، لا يمكنني إعارتك مكياجي. هذه المحادثة غريبة، لماذا تتصرفين ببخل؟ أعطني إياه. أنا جادة، أحتاج إلى مساعدتك. ها؟ لماذا لا يعمل؟ أظن أن مكياجك... أو فهمت. هل لعقت هذه الفتاة المكياج؟ ادخلها. هذا مقزز، لا أصدق أنك أخفيت الحلوى في المكياج. أجل، إنها طريقة سهلة لتهريب الحلوى. إنها طيبة. أصبحت الحفلة أحلى الآن. ماذا حدث بعد ذلك؟ مرحباً، كيف الحال؟ سوني المكالمة. يجب أن أفتشك أولاً. هل تخفين أي شيء هنا؟ أوه هذا مؤسف، كنت متحمسة لأكلها. هيا هيا سلميها. حسناً. هذا كل ما لدي. هيا اذهبي. سأعود الاتصال بصديقتي. بنت هنا، خذي سماعتي. مرحبا. ماذا؟ لا أتوقع أي زيارة. ماذا سأفعل بها؟ افتحيها. هيا. استخدمت غطاء بلاستيكيا كهذا وصبغته بالبخاخ، ثم وضعته على السماعة. حجمه مناسب لقطعة الدونات، أليست حيلة رائعة؟ وتبدو مثل سماعة عادية. أوه فهمت، أحضرت نوعي المفضل. اشتهيها من أول يوم. أنت الأكل ممنوع، هيا عودي بعد التخلص منها. حسناً، هل تخفي أي شيء؟ أوه يجب ألا يرى حلواي. أوه قلادته، ألهمتني بفكرة. أجل ستنجح هذه الحيلة بالتأكيد. يا للروعة، لدي قلادة جميلة ولذيذة. ماذا لدينا هنا؟ يمكنك الدخول يا آنسة. مرحى، دخلت الحفلة. سأتناول لقمة بسرعة. هل أكلت قلادتها؟ هل رأيت ذلك؟ هل يمكنك مشاركتنا مجوهراتك؟ أكيد، تفضلا. شكرا، طعمها رائع. بقيت بضع دقائق من الفسحة، لما يعني أنه يمكنني الأكل. رائعة، أحضرت حلوياتي أيضاً، أنا متحمسة لأكلها. أوه انتهت الفسحة. مرحباً، ضعوا الأكل في حقائبكم. عظيم، لا خيار أمامنا.
هل حللتم الواجب؟ تبدو مشغولة، سأتناول لقمة صغيرة فقط. المعذرة، الأكل ممنوع في الحصة. كنت أتأملها فحسب. أين كنت؟ كيف تفعل روزي ذلك؟ إنها عبقرية. حيلة الكومي الكلاسيكية، كان طعمها رائعاً. لا يمكنني فعل ذلك بالكاب كيك. أين يمكنني إخفاؤه؟ هل يمكنني استخدام فرشاة الشعر؟ سأحاول. ماذا؟ سأريك سراً. هل تفكرين بما أفكر به؟ إنها فكرة رائعة. أزيل الشعيرات من الفرشاة ثم ضع الكب كيك مكانها. أتذكرين هذه الحلوى؟ انكسرت الأعواد ووضعتها في الكيك فستبدو مثل شعيرة فرشاة. لن تشك بأي شيء. يسيل اللعاب من فمي. ماذا؟ ماديسون، أماسط شعري فحسب، أترين؟ أوه، أحتاج لنظارة جديدة. أنا متأكدة من أني رأيت كاب كيك. بالعافية. لا حاجة لانتظار الفسحة عندما أستطيع الأكل في الصف. أحسنت يا فتاة. يا لوسامتك، انتظر، يمنع إدخال الأطعمة والمشروبات. يجب أن أفتشك قبل أن تدخل. ما هذا؟ حسناً، يمكنك الدخول. التالي. ستصادري حلواي بالتأكيد. مهلاً، المحارب الملتحي. يكمن الحل في: أحتاج إلى لحية مزيفة وغراء ساخن بالطبع. سأرسم خطاً على شكل ابتسامة ثم سأضيف قطعة قماش. صنعت جيباً مثالياً لإخفاء حلوى السكيتلز. هذه أفضل فكرة خطرت لي. الحلوى مخفية في اللحية. حان وقت الحفلة. لحظة. يا إلهي، المحارب الملتحي. تفضل. أجل، تمكنت من الدخول. أنت لحيتك جميلة. حقاً، إنها محشوة بالحلوى أيضاً. مستحيل، هل يمكنني الحصول على البعض منها؟ طبعاً، ما المانع؟ يا صاح، توقف عن إعطائها الحلوى. أو آسف، هل تريد البعض منها؟ واو، شكراً. أنقذتني الحلوى من الشعب. ما حل هذا السؤال؟ بطني يقرقر من الجوع. لابد أن لدي شيئا يمكنني أكله لإسكات جوعي. كلها مجرد أغلفة. من جهية مفتوحة دائما. أنا مضطرة للانتظار. أو يمكنني لجوء لمخبأ سري. لقد أنقذت حياتي. أهلا بالشطيرة. هل أكلتها أيضاً؟ وضعي مزري. لن تسكت جوعي. أشعر بجوع شديد. لحظة، ألا يزال طعمها رائعاً؟ ربما. ما الذي تفعله روزي؟ ما الذي أفكر به؟ أفقدني الجوع صوابي. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة. تعال إلي. لا تقتلني أرجوك. حانت اللحظة. روزي؟ روزي؟ لا! هذا الجوع لا يستدعي تناول علكة مستعملة. ماذا فعلت؟ أحتاج لهذه العلكة. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لم تسأليني؟ سيسكت مرطب شفاه هذا جوعك. قد يبدو كمرطب شفاه عادي، لكن طعمه لذيذ.
العلكة المستعملة خير أكثر أمانا. ثقي بي، اتفقنا؟ رائحته رائعة، سأتناول لقمة صغيرة. طعمه لذيذ. أي نوع من المكياج هذا؟ ستحتاجين لقطعة جبنة وعلبة مرطب شفاه فارغة. اغرسيها في الجبنة، وعندما تخرج ستكون معباة بالجبنة. لا تنسي إعادة الغطاء. هذه فكرة عبقرية، طعمها شهي. من الرائع أني أحضرت أخرى. يا لك من صديقة رائعة يا ماديسون.